الدوري الإيطالي مقارنة بالفترة اللي انتوا كنتوا بتلعب فيها حضرتك، انت لعبت كابتن اندرسون في ميلان ولعبت في يوفنتوس، أداء الكالتشيو الإداري الإيطالي سابقا وحاليا. من وجهة نظري أنا شايف لما أنا كنت بلعب في ميلان وكنت بلعب في جوفنتوس كان في كورة في إيطاليا قوية جدا، وبعد كده حصل اللي حصل في العالم كله، الفيروس اللي تم بتاع الكوفيد الكورونا، وبعد كده الأداء بدأ يقل، مش بس لفرق معينة، مش بس لعيب معين، ولكن أنا بتكلم على الدوري نفسه بأكمله بدأ يتراجع، بدأ يبقى اللعيبة متكاسلة. فحاليا أنا شايف إن في تكاسل موجود في الدوري الإيطالي، شايف إن في لعيبة ممكن تأدي بشكل أحسن من كده، شايف إن في مدربين ممتازين جدا في بعض الأندية الإيطالية. أنا برضو مش عايز أنسى الأسامي عشان ما أسميش حد، ولكن أنا شايف لا، الوقت اللي أنا كنت موجود فيه في الدوري الإيطالي وكان ليا الشرف إن أنا ألعب لميلان أو لجوفنتوس، كان مستوى عالي، وكانت لعيبة بتلعب بطريقة أحسن وطريقة أقوى. عظيم جدا.